السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام اهلا ومرحبا بكم. النهاردة نتعلم مع بعض نعمل الجونيلا او السكيرت او التنورة حسب المسمى في كل دولة. واهلا بكل المشتركين الجداد، واهلا بكل الناس الجميلة الحلوة اللي بتعمل اللايك والناس اللي بتتفرج وتمشي، زعلانة منكم جدا. طيب يلا نشوف دلوقتي هنعمل ايه. زي ما قلت لحضراتكم دي القماشة معايا اهي، وبطبقها بالشكل ده وبسيب مسافة 7 سنتي خارج القماشة، وطبعا الجزء الأسفل هيكون هو الخلف واللي فوق ده هيكون هو الأمام. ده طول القماشة، طول الجونيلا، وبضيف لها من 5 ل7 سنتي أسفل عشان أعمل حسابي في التنايات وفي البروفة عشان ما يطلعش عندي حاجة ضيقة. تمام. طيب أول حاجة بستخدم المارك ملون عشان يكون واضح معايا. أول حاجة فوق بعمل خط أساوي بيه القماش، ودي حاجة لازم نعملها كل مرة اهو. انا كده اتأكدت ان القماش كله بقى في مكان واحد او في قياس واحد. طبعا بنشتغل من الناحية دي. تمام. فباخد ربع دوران الوسط عندي 9 سنتي كنموذج وتطبيق يا جماعة اهو. ده كده 9 سنتي، وبضيف له مسافة البنس اللي انا هعملها اللي هي 2 سنتي. يبقى انا خدت كده الدوران الوسط كده 9 سنتي، واخدت هنا قياس البنسة اللي انا هعملها. تمام. طيب واحده واحده كده اروح اسمى المسافه دي عشان ما تضيعش منك معلومه البنسه اهي، وانزل ال 13 سنتي بتوع البنسه بتوعي. انا هنا هنزل 6 سنتي كده عشان تطبيق، وهدخل يمين 1 سنتي ويسار 1 سنتي اهو. بالشكل ده. تمام. طيب بنزل 20 سنتي اللي قلنا عليهم خط الجنب اللي هما قياس ثابت. انا هنا بنزله 11 سنتي تقريبا، 11 سنتي تطبيق يا جماعة يكمل بالارقام اللي انا عاملاها دي عشان تشوفي عمايل ايديكي، عشان تشوفي نجاحاتك. تمام. وبحط هنا على الخط بتاعي ده دوران اكبر حجم، قلنا ان احنا رفعناه لغاية 10 سنتي بالشكل ده اهو. تمام. وباخد الدوران ده كده بايديا، مش بالمسطرة خالص، مش بالمسطرة خالص اهو. تمام. وممكن زي ما قلت لحضراتكم في الدرس الاول اللي هسيب لكم الرابط بتاعه، ان انا بنزل بالشكل ده كده على طول اهو على نفس القياس بتاعي. تمام. ودي 7 سنتي اللي احنا قلنا عليها. طيب الجونيلا بيبقى لها فتحه من اسفل، فاحنا هنقول ان الفتحه دي كده حوالي 25 سنتي في القياس الطبيعي. هنا عملناها 7 سنتي، هنا عملناها 7 سنتي. تمام. طيب هنا بيكون عندي في الجنب في الخلف خط وفي سوستة. السوستة دي انا هطلع لها 3 سنتي بس، هطلع لها كده 3 سنتي بس اهي بالشكل ده. اعملي التطبيق علشان تشوفي نتيجة تعبك اهو بالشكل ده. هقص، والقص هيوضح لكم كل حاجة. هقص كده من 3 سنتي. وقفي الفيديو وشغلي معايا واحدة بواحدة. شايفين كده؟ تمام؟ تمام. طيب هقص الخط اللي انا سويت بيه بالشكل ده كده. وهقص الدوران اللي انا عملته واعمل حساب الخياطه، اعمل حساب الخياطه اهو. لكن انا عشان بعمل لك التطبيق ده نموذج بس، انت هتجيبي قماش اكبر شويه وتعملي حساب الخياطه بالشكل ده كده. خلاص الجونيلا خلصت معايا تقريبا. طيب هنا عايزه اعمل علامه للبنس عشان ما تضيعش مني اهو. حطيت دبوس، دي النقطه بتاعه البنس، فاروح عامله العلامه بتاعتي هنا اهي على نفس الخط ده كده. واحد يمين واحد يسار. تمام. طيب وبرده بعمل علامة، يبقى ده منتصف البنسة كده اهو. طلع كده معايا الجونيلا. الفيديو ده انا عملته صديقتي وحبيبتي تيمي، طلبت مني الفيديو ده اهو. دي كده علامة البنسة التانية في الأمام. عارفين طبعا إن الأمام يحتوي على بنستين والخلف يحتوي على بنستين.
ربنا يتمم شفاكي على خير يا ايمي يا رب، ويا رب اكون عرفت اشرح لك الجنينه بطريقه سهله. تمام. اما اجمع بقى البنسه دي بتاعتي بتتخيط كمان من الخلف الشكل ده، بخيطها من الخلف الناحيه دي، من الناحيه دي بيرجع معايا الوسط اللي انا اخدته الاول. تمام. طيب الخلف هنا برضو لازم احدد مكان البنسه عشان ما تضيعش مني اهو. طبعا ممكن تزودي الخلف في البنسة تخليه 15 سنتي، ممكن تعمليها زي ما هي، ممكن تخلي الامام 12 سنتي، بس هو مش اصغر مش اقل من كده يعني. تمام. يعني في الاطفال بنعملها 10 سنتي تقريبا. تمام. طيب زي ما حضراتكم شايفين كده، دي كده البنسة. مش عايزة انسى الخط اللي هو 3 سنتي بتاعي علشان خاطر ده هيساعدني ان انا اركب سوستة مظبوطة. اهو 3 سنتي كوي، اعمل لهم برضو علامة. تمام. طيب هنا لازم احدد طول السوستة. طول السوستة عندي هيكون 20 سنتي، سوستة صغيرة، فطبعا بتاخدي مسافة مثلا 18 سنتي 15 سنتي، مش لازم تعملي السوستة كلها يعني عشان ما يبانش السن بتاعها، بتحددي بس مكان السوستة. فانا هحدد كده مثلا ده قياس السوستة. يلا نعمل الخياطة، وقبل ما نعمل الخياطة تعملين عليا الجميل، ويلا نشوف باقي الفيديو مع بعض. اول حاجة بعملها معاكم هخيط 3 سنتي دي كلها، بس طبعا هبقى موسعة خالص الغرزة اهو، واجي هنا واروح مضيقة الغرزة تاني، يبقى انا وسعتها فين؟ في مكان السوستة بس، وارجع هنا واروح مضيقة الغرزة تاني بالشكل ده، واروح خارجه كده مخيطه الجزء ده برضو. ده كده شكل الجونيلا، دي كده شكل الفتحه من الاسفل زي ما حضراتكم شايفين. طيب ليه قفلتها؟ امال السوست هركبها ازاي؟ هقول لك، انا قفلتها علشان بخيط واسع عشان تروحي فتحه دي بالمكوه كده اهو. سوسته يا حبيبه لو سمحتي، تروحي جايبه السوسته اهي، وتروحي مدخلاها كده في اول غرزه كده طبعا ضروري قوي تبقي كاويه الجزء ده كده. تمام. تروحي ايه مسرجاها على ايدك، تسرجي على ايدك بالشكل ده، تروحي مخيطه مسرجه على ايدك، فتيجي تشوفي تركيب السوسته هنا هتلاقيها مش واضحه، هتلاقي الجونيلا معاكي في الظهر مقفوله بنفس الشكل، هتلاقيها شايفه انا مطلعه ازاي رأس السوستة، هو ده الشكل اللي انا عايزة اشوفه. وبعد ما تخيطي هتروحي طبعا فكة لغاية المكان اللي احنا عملنا عنده السوستة، بس واحدة واحدة عشان خطوات بس ايه مش عايزة اسرع عليك. هقفل اول حاجة البنستين اهو، طبقت بالشكل ده للناس اللي عايزة تشوف تقفيل البنسة. لما اكون عاملة علاماتي بالشكل ده بيسهل عليا جدا، الخياطة بتكون على طول، خياطاتكم باللون الابيض عشان يبقى واضح بس الخياطه معاكم اهي. ده كده مكان البنسه الاولى، واروح مخيطه البنسه الثانيه. ممكن تعملي البنسه في التلت مش في النص اهو، هتلاقوني كمان عامله في القناه الباترون الاساسي للجونيلا من كتب التفصيل. تمام. اهي يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين كده الخلف خلص. تمام. نخش بقى على الامام، واول حاجه بعملها في البنستين. في نقطه هنا انا عايزه اقول لكم عليها، ده خط النص، بنزل كده حوالي 2 سنتي لغايه راس البنسه، ده من ناحيه البطن يا جماعه اهو، على مفيش بالشكل ده، واروح قافله البنستين معايا اهو زي ما حضراتكم شايفين، واروح قافله الجنبين مع بعض، هاخد الجنب ده على الجنب ده كده اهو، واقفل الجنب ده للاخر، واقفل الجنب الاخر للاخر اهو يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين كده اهي. شايفين الجنينة بعد ما قفلنا البنس رجعت لدوران الوسط تاني. تمام. طيب تعالوا شوفوا الجزء ده كده، التانيه دي اهي اهو، شايفين الجزء ده كده
بيبقى فيه خياطة هنا يعني خياطة خارجية، خياطة خارجية اهو، بس طبعا ايه لازم يكون من لون القماش طبعا، انا عشان بعملك بس التدريب، لكن لازم تعملي التانية من لون القماش بالشكل ده، وبتبقى خياطة كده على الحرف. تمام. طيب هنا في الاسفل اهو، في الاسفل بتنيها بالشكل ده وخيط. شايفين كده؟ ده بيكون هنا كده شكلها بالاسفل، وبعمل اوفر طبعا في الحرف، وبتنيها تانية واحدة زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. تمام. طيب تعالوا نشوف القمر، لانه اهم حاجة في الموضوع القمر. جبت لكم قماشة مختلفة تماما تماما. هنعمل القمر بالفازلين، هقول لكم ازاي يطلع فينش بتاعه رائع واكثر من رائع. هنعمل ايه؟ هنعمل لايك، انا اتركت عليك جميل، ونشوف الجزء الثالث لانه مهم اشرح كل حاجة بالتفصيل. بشكركم جدا جدا، والسلام عليكم.